ونناقش بمزيد من التحليل أداء الأسواق العالمية مع ضيفنا رائد الخضر كبير استراتيجي الأسواق في إكويتي جروب. أهلا ومرحبا بك معنا رائد. ستكون الأسواق طبعا في انتظار بيانات التضخم الأمريكية، فهل ستأتي بحسب توقعاتك كالقراءة السابقة ويحقق الاقتصاد الأمريكي تفوق في معالجة أرقام التضخم؟ طبعا بالنسبة للتضخم نحن ننتظر بياناته خلال تعاملات هذا الأسبوع. القراءة المتوقعة 7.3% فيها تفاؤل كبير أنه التضخم سيبدأ بالتراجع بشكل واضح خلال التعاملات هذه الفترة وبالتالي عن هذا الشهر. إذا جاء التضخم عند هذه القراءة وإذا أظهر تراجع بهذا الشكل، هذا يعني أنه السياسة النقدية التي يتبعها الفيدرالي يجب أن يبدأ بتخفيف وتيرة التشديد، ويجب أن يبحث عن كيفية معالجة النمو الاقتصادي والتركيز على الناتج المحلي الإجمالي بشكل أكبر في الفترة القادمة. بالتالي ذلك يهيئ ويمهد الطريق أن يكون الرفعة القادمة 50 نقطة أساس وليست 75 نقطة أساس. أما إذا كانت القراءة أقل من ذلك فذلك يعطي يعني أسباب للفيدرالي. رائد، أيضا نحن على ترقب أيضا لاجتماع المركزي الأوروبي، وشهدنا اليوم بعض البيانات أيضا من أكبر اقتصاد في أوروبا ألمانيا على بيانات التضخم اللي سجلت 10%. برأيك هل ستكون اتجاهات أيضا المركزي الأوروبي خلال اجتماعه الأخير بتخفيف وتيرة رفع الفائدة وكما تسعرها الأسواق بخمسين نقطة أساس؟ يعني من الملفت للانتباه بشكل كبير أنه بيانات أوروبا بدأت تتفاعل نوعا ما ببعض الإيجابية، وكأنه الأزمات والضغوط التي موجودة كانت ومنها أزمة الطاقة بدأت تصبح تأثيراتها أقل سلبية على الاقتصاد. تراجع التضخم بهذا الشكل على الرغم من أنه المركز الأوروبي قام برفع أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ 11 عاما ومقبل إلى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى، أعتقد ذلك بدأ يؤثر على أداء الاقتصاد وعلى أداء البيانات الاقتصادية. التضخم بتراجعه يعطي إشارة إيجابية أن الاقتصاد الأوروبي بدأ يخرج من الأزمة، هو لا يزال تحت الأزمة ولكن يحاول الخروج من الأزمة على وجه التحديد. هذا يعطي أريحية للمركز الأوروبي في عملية تشديد السياسة النقدية أن لا يبالغ برفعات أسعار الفائدة في الفترة القادمة، وبالتالي رفعات الخمسين نقطة أساس ممكن تكون وتيرتها في تشديد السياسة النقدية المركزي الأوروبي أخف بكثير من تلك داخل الاقتصاد الأمريكي، لأن الاقتصاد الأمريكي بياناته كانت إيجابية وأداؤه جيد جدا، بالتالي يتحمل تشديد أكبر في السياسة النقدية ولا يزال يعني نوعا ما حتى الآن مع المستويات الحالية لا يزال أسعار الفائدة أقل مما كانت عليه قبل الأزمة المالية العالمية، يعني اللي كان فوق 5%. طيب سؤال أخير، نتحدث عن أسعار النفط التي شهدت تحسن من قرابة يومين، هل تتوقع أن يحدث ارتداد إلى مستويات $80 للبرميل؟ WTI مرشح بشكل كبير أن يعود للارتفاعات مرة أخرى مع يعني الأفاق الإيجابية للبيانات الاقتصادية التي تظهر مؤخرا من الاقتصادات العظمى، وكذلك الأمر تخفيف الحديث نوعا ما عن القيود restrictions على النفط على بسبب كورونا داخل الاقتصاد الصيني، بالتالي ذلك يعطي نوع من الأريحية لأنه كان هو تحت ضغط ما بين أنه أزمة كورونا في الصين و كذلك الأمر العقوبات على النفط الروسي وكذلك التوترات الجيوسياسية التي تضغط على أسعار النفط. أعتقد الآن مهيأ لمزيد من الارتفاعات، لكن عامل مهم جدا ساعد بارتفاعات الأخيرة للنفط هو ضعف الدولار الأمريكي أمام معظم نظرائه وأمام السلع بشكل عام، ساهم بدفع أسعار النفط للارتفاع. لا تزال نوعا ما في الاتجاه العام الصاعد وممكن جدا أنه نوصل $80 للبرميل خلال تعاملات هذا الأسبوع والأسبوع القادم حتى. شكرا جزيلا لك رائد الخضر كبير استراتيجي الأسواق في إكويتي جروب.